حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. حلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. بلشنا بموسمنا ونكمل وياكم حلقاتنا المتتالية كل خميس وكل أحد. كل عام وانتم بخير، خلاص عيدنا بخير وسلامة، وكل الهلا بحجاجنا اللي نورونا وتشرفنا بجيتهم ونوروا بيوتنا وحياهم الله. تعالوا نبلش أنا وياكم حلقتنا اليوم من الخضراء، من الكرخ تحديدا ببغدادي الحبيبة، وشكر خاص لكل رعاة البرنامج تحديدا معمل الشياو للألبان والآيس كريم، فخر الصناعة الوطنية. حاير بالك بتعب حالك، واختار شياو طعم شياو طعم شياو شياو شياو، الطعم الراقي منتج عراقي، جرب مرة ولا تحتار. طيب مو عادي من أرض بلادي، هذا اسمه شياو اسمه شياو اسمه شياو شياو شياو، يا محلى اللمة لو جابه واسمه خير الطيب ما نختار. شياو أجواء الطعم بمواصفات عالمية وجهود محلية. نبلش وياكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم داخل منطقة حي الخضراء بمكان حلو اسمه بلازا اللي حي الخضراء، مكان كلش حلو له من العوائل العراقية خصوصا من منطقة الكرخ، مناطق المجاورة وأهالي حي الخضراء يغيرون جو، موجودة ألعاب أشياء مطاعم أشياء يتوضعون أو محلات يتوضعون منها، وإحنا بالمعتاد هم نجي نزورهم بين فترة ومن نشتاق لهم بين فترة وفترة نجي نزورهم. هسا أنا أسولف ويا أهل اليمين لو الشمال، من وين أسولف؟ لا أسولف العائلة عادي، أسولف وياكم تجون يمي. شلونك؟ سهلا الحمد لله بخير، انا كنت اتمنى التقي بيك، انا من الانبار. حياك الله، بس تعي بيش روحين بعيد حبيبي. ليش اخذتي الجنطه مالتها حبيبتي؟ شو تصير منك؟ هذول اولاد بنت اخويا. تعالي شلونك؟ الله يسلمك قلبي يا روحي، الله يحفظك. راح اروح؟ لا لا ما روح. تروح؟ لا تروح تضيع. ابكي 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 واحنا نسوي اللقاء. الحمد لله حسن، بس شوف شوف التفاؤل والطاقه الايجابيه. شلون؟ الحمد لله بخير. من الانبار؟ من هيت. حياك الله. كل ايش قد تجين لبغداد؟ انا زوجه ببغداد بس اهلي من هيت انبار. ها كل ايش قد تروحين لاهلك؟ كل 3 اشهر 4 اشهر. وين تبقين؟ شهر. حلو. هينه ما ترجعين؟ لا لا شهر. والرجال خطيه من يبقى؟ لا ما يقول. عادي عادي، من يسوي له اكل من يقوم بواجبه؟ عمتي عمتي بالبيت. ها زين موجود؟ نعم يلا الحمد لله والشكر. اولادك كبار لو صغار؟ لا عندي 5 و6 سنين و 5 سنين. ها يعني هم صغار؟ صغار نعم. الله يحفظهم لك يا رب. زين وين قاعده ببغداد؟ بالدوره. حلو بالكم؟ نعم الحمد لله والشكر. شلون هالدوره؟ الحمد لله حلوه. زينه كل زين. بعيده بالنهايه بالنسبه لك على الانبار؟ شو تسوي يعني؟ مو من هنا قبل تزمين سريع ابو غريب وطلعي ورادني. شو رادني؟ شنو رادني؟ يعني حبني واخذني. علاقه حب؟ نعم. صار ايش قد حبيتي؟ فتره هواي طويله 10 سنين. 10 سنين حب؟ نعم. شاقي والله. منو كان معارض؟ يعني شوي عن الظروف وصارت يعني ازمه يعني تهجرنا. نعم. اوكي 2017 و18 14 نعم. اوكي وبهاي سبب ما تزوجتوا؟ اي نعم. زين شو وقت تزوجتوا؟ 2019. زين انت يا ام والد؟ 88. حبيبي الله يستر عليك. قلبي هو 78. اكبر منك ب 10 سنين. اي نعم. الله يحفظكم يا رب. زين شلون الحياه الزوجيه وياك؟ الحمد لله حلوه. حلو الحب؟ حلو. ما تورى الزواج؟ لا 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 ما مات. هو هو زاد. صدق؟ نعم. يا الله الله يبشرك بالخير. حلو الحمد لله. يا رب نتمنى كل اثنين على حب او زواج تقليدي ينسعدون ويرتاحون ويحبون بعض ويكون بيناتهم موده ورحمه طول عمرهم. تسلمين قلبي حبيبي. في دول. زين احكي لي وين حبيبي؟ راحت رقبتها يا امي. انا اسفه نزليها رقبتك يا روحي، راحت رقبتك. شو اسمك؟ ريتاج. ما تحكي هي بعدها؟ لا تحكي لا تحكي. تعرفين اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ من تعرف؟ ريتاج. ريتاج. انت شو اسمك؟ توفي. توفي؟ يعني مصطفى.
واحد يصيح الروحة توفي؟ توفي دلع نفسي. صيح الروحك مصطفى تزلم. بدا راح تروح للألعاب؟ ما تروح للألعاب، إذا ما كمل لقائي ما تروح للألعاب. يا ما علي إلا أنا أكمل اللقاء. هم أبو برا. ليه؟ يلا وش يلا. شو يصير منك قلتي لي؟ منو؟ توفي. ابني. ابنك وهذه بنتك؟ بنت اخويا. الله يحفظها لك. اهلك هنا اخوانك؟ يعني متزوجين ببغداد؟ نعم. هم بالانبار؟ بالانبار اهلي. بس يعني انا اخوك جاي جايش خطار؟ لا بالانبار. اي اي جايش خطار. خطار. حلو. الله يوفقكم ويسعدكم يا رب. تعالي يمي هنا نسال سؤال الحلقه؟ نسالك سؤال. سهل لا صعب؟ سهل. اكو اكله من مكوناتها واحنا ناكلها واني اموت عليها واحبها بدون كشمش. بها جريش. بس كبه؟ كبه. نعم. انت شاطره بالكبه؟ نعم. تلفيها لفه مرتبه لو مجعمره؟ لا مو هكذا سوالتي حيل. يعني مجعمره؟ لا لا مو حيل. مو عدله. لا مو عدله بس سوالتي. انا اسوي حشوه. اني. وممكن اعجنها بس ما اعرف الفها ما اعرف اني. بروح لامي. اي اني هيك. الله يحفظك يا يما. امي تسوي هيك ملبلبه؟ لا مو ملبلبه تسوي دائريه. صح. بيبيت الله يرحمها تسوي مثل كبه ترى. اي صدق. كلش هم كبتهم كبه راحت البنيه راحت البنيه راحت تشرج لي فيديو. ها هسه انت ما قلتي لي اسمك ووقعتي؟ يا عمري وين طيني الهديه؟ عاشت ايدك. هذه هديه مقدمه تذكرتك تكون مجانيه من ريح البراري لاقليم كردستان باداره عماش طه وعلي الكبيسي بالعامريه شارع العسل اول منصور دور السود. تروحي لهم تنطيهم هذا الكارت وتسلمي عليهم وتقول لهم انا من طرف فاطمه قيدار تشوفيهم هذا المقطع. وش وقت ما تروحون سفرة انتو كعائلة فانت تكونين مجانية. تسلمين حبيبتي. تسلمين قلبي. انا شدي الشرف. الله وياك. الله وياك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بين اهلنا وناسنا. اوقف خلنا صور. حياكم الله. نسوي دا اروح سولف منك. يا عمري. يا عمري. الله يسلمك حبيبتي. صح طومع قلبي. الحمد لله زينين. شو يصيرون منك؟ اولادي. ما شاء الله والله ما معي. الحمد لله. كأنه اخوانك شلونك؟ بعيد؟ زين الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك؟ آية. آية وأنت؟ زيوني. زيوني. لا احكي لي اسمك لا تدلعون. عابدين. أوكي وأنتِ؟ اسمي فطومة. آلي تحبون تعالي تعالي. أنا يم اسمي فطومة. أنا يم فطومة. أنتِ أحلى لو أني أحلى؟ أنتِ. لا طبعاً أنتِ أحلى مني. زين أنتِ اسمك حلو لو أني اسمي حلو؟ اثنيناتنا. مو اثنيناتنا؟ زين أنتِ شعرك حلو لو أني شعري حلو؟ أنا. أنت شعرك حلو أحلى من شعري؟ زين أنت عيونك أحلى لو أنا عيوني أحلى؟ أنت. أنا عيوني أحلى من عيونك؟ زين ليش حاطة مكياج؟ محرم؟ شلون حاطة حمرة؟ منو حاط لك حمرة؟ ماما. ماما. عسي أروح أتعارك وياها؟ لا. أنت حطيتي لو ماما؟ شو الصدق؟ أنا. أنت ليش حطيتي حمرة؟ إحنا مو بعدنا عنونيات؟ مو ما يصير؟ جاوبيني ما يصير لو يصير؟ يصير لو ما يصير؟ ها قولي ما يصير. قولي بعد ما احط حمرة. بعد ما احط. عفوا اعطيني بوسة. يا امي الله يحفظها لك. تسلمين قلبي عمري. ايش قد عمرها فطومة؟ عمرها 4 سنوات. الله يستر عليها ويفرحك. الله يسلمك قلبي. ويفرحك وجهك. منو اكثر واحد تعبك بالتربية؟ والله كلهم يتعبون. ما مشاش بالخير. مش نروح حمزه كل مرحله يعني لها تعب. اي كل مرحله. ايش قد عمرك؟ 2011. يعني ايش قد 11 سنه و 12 سنه. 12 سنه. ما شاء الله شنو شعرك ما شفته. اللهم صل على محمد وال محمد. ما شاء الله شلون تهتمين بي؟ والله هاي كريمات وشامبوات زينه فيتامينات. اوكي. اي بس هم من الدراسه شويه بالدراسه قام يوقع شعر. نفسية تاثر. اي بلي والله نطلعهم وحاله نفسيه على شنو؟ فلوس خلصانه الرواتب كلها عليكم المندوب يوميه جاي. اي والله اي والله خل شو اسوي؟ هاي من خلاص يوميه ملابس. صحيح. شو نسوي؟ زين وزيون شلون وياك؟ زيوني هم حباب الحمد لله شاطر طلع اول. طلعت اول؟ يا صح. رابع. طلعت اول رحت خامس. الخامس. اوكي وانت يا صفراء؟ انا رحت للثاني طلعت بالاول عفاء. حلو ما شاء الله. الحمد لله. شفتي شلون؟ من اللي تعبني اكثر؟ شلون؟ والله الله يساعدك. شنو هي اصعب ماده كانت عندك بالاول؟ بالاول؟ كلن سهلات. كلن سهلات؟ اي والله كلن سهلات. ما شاء الله حبيبي بس لا تقولين هاي الجمله بعد. لا تقولين هاي الجمله بعد لان انا وروحت راح احزك. اوكي؟ لا تقولي قولي صعبه قولي زينه. زينه. زوينه. اوكي؟ هو الرياضيات شويه بصعوبه. اي اي صعب. منو اقرب وحده الك من قرايبك؟ ماكو. امي. الام مو قرايب.
الام اني ام مرايتي يعني هي امي كلها كل حياتي والله. الام ما تعتبر قرايب. انا ما عندي خوات اصلا يعني فامي هي اختي وهي صديقتي وكل شيء. هسه هم جايين بس قاعدين هناك بعيد ما يقدرون. من قرايبك عندك صديقات لولا؟ من اقاربي كلهم والله يعني بس ما عندي مقربين يعني كلش اي بعدي بس عندي صديقتي مقربه. منو؟ رنا صديقة. شلون علاقتك بها؟ يعني هي من كنا بالمدرسة لحد الكلية وتزوجنا اي والكلية وتزوجنا ونفس الشكل جهالي ومصدقاء جهالي نفس الشكل اي. الله يستر عليكم. عادة وين تطلعين؟ والله احنا هنا دائما نجي. ها تجين على طول دائما تحبين المكان؟ اي حلو المكان ومو هوسه. زين زين. المن تقولين لا هلا ولا مرحبا بعد سدينا باب الهلا؟ والله ما قايله لحد ابد. ولا بالمستقبل؟ لا ما اعرف بالمستقبل بس انا طبيعتي يعني حتى لو واحد ياذيني ما سد بابي بوجه ابد ابد. زين ايش قد علاقتك الناس وهاي؟ لا الحمد لله زينين. اي الحمد لله. حلو زواج تقليدي؟ لا تقليدي والله. ناجح؟ الحمد لله ناجح. الحمد لله يا رب. لازم تتفهم يعني الرجال هو ما لازم يتفهم. هو هم يتفهم بس المرأة أكثر. الرجال تعرفين بعد هاي مصاعب المرأة عندها استيعاب. اي ايش قد ما احنا هسه نتحمل الجهال نتحمل لازم للرجال طبعا. تخيلي انت بعد انت عندك ثلاثة هم أربعة ايه. انت تربيهم كلهم سوي. هو انا ما اقول انا عندي أربعة مستحيل. هو الرجل حاله حال اولاده ايه. ما تعاملتي على هالاساس راح تخسري الحياة الزوجية بالكامل. اي صحيح. هم اقول انا عندي أربعة اني اي هو هيك والله. الله يحفظكم. الحمد لله شلون عاد تستمر عجلة الكامل. الله يحفظهم وعساها تستمر بالخير حبيبتي. الله سألكم سؤال؟ اي سهل. اوكي طلب له امر؟ ها هذا طلب له امر؟ لا طلب. اوكي اقبل. لا عاد اقبل. فدوى لوجهك ابويا. عندنا مطرب عراقي ايش قد ما الدنيا كلها تحبه ايه ملقبيه القيصر كاظم ستار. سهل لو صار اسهل منه ماكو. حتى تشوفيني حتى يلا بالله زيونة بخدودي عفوا. شفتي شلون فطومه تحبيني لو لا؟ احبك. انا اموت عليك. شوفها بالموبايل قلب هذا القلب الك. هذا القلب سوي لي قلب. الله هذا إلك. هذا القلب هذا بقلبك. طيني هدية عاشت إيدك. هذه هدية مقدمة من السلطانة لينوب المنصور مقابل الحلواني بألف عافية. تروحين تستلمين هديتك. البراند مالتها كلش حلو. باكجات متنوعة من باكجات العناية بالجسم والشعر والبشرة بألف عافية. تختارين عافيك حبيبتي. تسلمين قلبي. إن شاء الله نتمنى لكم الموفقية والنجاح ببرامجكم. الله يسلمك. مع السلامة. ونور قناة الفلوجة. يا عمري أنتوا نورها وأنتوا اللي ضفتوا لنا حلقة حلوة اليوم بوجود. الله يسلمك حبيبتي. أنت الأحلى. تسلمين قلبي. تخرجك ان شاء الله. حياتي باي باي فطومه. مشاهدينا الكرام لا معادي صوره لازم اكمل الحلقه ابو خدود. احلى مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام. الله يساعدكم. مرحبا حبيبي وراك وراك البنوتاتي. حياتي من المحبين. جات الكل يوم ما شافوش. شلونك حبايبي؟ جات الكل يوم ما شافوش. الكليه يا عمري وين كنت؟ امتحان كان امتحان وطلعتي. لا لا صديقتك اللي وياك الكابل مالك قالت سالي. سالي سالي انا كم مره اقول لك لا تقولين انا طلعت. احنا من محبيك. الله يسلمك. دائما التالق دائما العافيه ويكثر من امثالك يا راقيه متالقه. وبنوتاتي من محبيك مو شلون ما كان. سعيده انه شافوك حبايبي. انت حضرتك طالب وياي؟ اي نعم يا حب. لا لا انا موظف بالكهرباء موظف. زين وطالب وين؟ بالكلية. يا حي مو كليتكم ليه تبقين الأسئلة هواية؟ شنو دخلنا نعرف؟ هذا الحكي ما يسجل. صدق والله؟ لا والله. قولوا دعت بابا. دعت بابا على كل شيء نطلع. لا لا تعرفيني فطوم. زين يا مرحلة. ثانية. ثانية حلو يا رب موفق. البنوتات شلونهم؟ الحمد لله حياتي. ايش قد عمرك؟ 15. يا عمري وانتي؟ 17. الله يستر عليك. انتوا كلش جميلات. الله يفرحكم يا رب. صاروا حمر باط لا اكو رجفه اكو رجفه بالموضوع. شلون بابا وياكم؟ والله شنو ما شاء الله. عيني هاي الحلقه مو حظك حلو. هاي الحلقه الشعر الطويل صار ايش كم بنيه وياي شعرها هيك حلو ما شاء الله. اشوف بسم الله ما شاء الله. شنو هاي غزل؟ شو تقولين شادك ما قلتش احنا قبل لا تصير يعني ترند. احنا من محبيك. اي تشرف. سلمك حبايبي. ولا عيونكم انتم من اهل الكرخ ولا الرصاص؟ لا كرخ. كرخين. اكثر منطقه تحبين تطلعين بها بالكرخ؟ المنصور يرموك. لا ابن بنت اختي حبيبي. حياك الله. اليرموك المنصور. اي يرموك. تحبي اليرموك؟ اكثر مطعم تحبين تجلسين باليرموك؟ اليرموك مادو جمره كلش حلو. احب مو جديد؟
اي جديد؟ حلو. حبيت قعدتين؟ قاعدة صديقات او طلعت صديقات تطلعون لو لا؟ لا ويا ابوي. حتى صديقات فيها بابا؟ لا مو بعدهم، ما بعدهم. حريص عليهم؟ الله يعلم بالحال، يعني لا حيل ولا وسط يعني. شنو طريقة تعرف؟ والله صديقاتي حبيباتي مو متشدد عليهم حيل. صار عندنا نجي نقول له يعني هو صديق، شلون قلت هو اكثر من صديقاتنا اصلا، هو كلش قريب علينا. حلو. اي الحمد لله. حلو اليوم انت هذه الجواهر اللي عندك يكون صديق. الحمد لله رب. عندي حبيبي ابني الكبير بعد هو ما موجود. بابا كيوت يحبكم. حبيبتي عمري انت. الله يحفظكم ان شاء الله. منو اكثر واحد بالبيت يعصب؟ الأب. بابا عصب؟ لا والله. شلون؟ عندي حبيبي شلون؟ مريضة وتعبانة ف... هو غلطان هادئ. يقول لك عمو سلطان هادئ. على الوالدة، الوالدة عندي تعبانة في حالتي في قلبك كلش تعبانة، فحيل من ناحيتها يعاني. فبهالسبب يمكن حالتك النفسية كلش. الحمد لله والشكر عليك. الله يحفظها ويشافيها ويعافيها ويحفظ لك البنات. حبيبي انت ربي يحفظ لك الولد والبنية وابو بيتك. شكرا. فدوى الوالدة والبنوتات الاثنين خواتك. يا عمري شنو هالمتابعة الحلوة. زين وابوي شلون؟ حبيبي فدوى الله. طلعت مرة لقفتيهم بالمول. اي والله رايح للدكتور. لقيته بالمول يفطر. البنوتات كلش وياك متابعيك. يعني خلوني انت حبيبة واخت عزيزة، فخلوني اكثر بعد اريدك. يعزك. والفرصة لو امهم شايفتك بعد اكثر تحب. المولي علي يوصل عمري. الله يحفظها لكم. اسالكم عادي عادي سهله سهله. شوف بزعانه ارواحتهم من الامتحانات خطير. اريد لي طالب اسئله ويريد سؤال صعب ماكو قولها ما بيها حيل. احنا الان حتى انا وبابا ترى بزعانه رحنا من الامتحانات بعدنا النتائج ما ماخذين. الرياضيات هم ما تعرف القسمه والناقص. اوكي شايل هم الرياضيات داريني. يا يما انت قالت هم داريني. امشي حمزه خلوا نروح. امشي حمزه. شفنا حمزه من ورا. حمزه ثالث وسادس. شو اسالهم؟ مجمع هم راح تطلع حلقه ما نقدر نسوي. ذاك اليوم جيت المجمع بيت اخوي من الايادي. مجمع ايادي سكني. على اصدقائك منون تتابعيهم؟ جنيد. اي بوقتها راح تحياتنا اكيد الجنيد وعنوز. عاد راسا قال بابا شفتوني شلون شفتوني؟ جيت وحدي من السياره. دائما هناك اهلي بي اهلي بي. اول مره انا رحت لهم مره واحده. احنا متابعين يعني. سيارتك اسود مبدلتها جديده شايفه الف خير. يعني انت حشيت جبت طاري اهلي وزوجي واطفالي ورحت الجنيد مره زرته. بس اسمعني سيارتي مبدلتها ولون سيارتي الجديد وانت ما تقبل اقول كليتك شنو؟ شلون انت عوف اللقاء؟ شنو كليات بابا؟ ابد ما يقولون على قلبي عجبك ولا يقولون يعني مو على قلبك انت مو على قلبك. لا حبايبي انت ان شاء الله ربيك يعني وخواتي موجوده عندنا. الله يسلمك. بعدين ورا اللقاء عود. ايش عندي تستهزئ بسيارتي؟ لا امزح. لا تمزح؟ اي شنو تتوقع سيارتي؟ شنو تتوقع سيارتي؟ يعني انت شنو عندك بالسياره؟ ما تقول لك هي قاعد اسالك خاله شنو سيارتك؟ انا ما اقول ولا ناشرتها ولا احد يعرفها. بس انا اعرفها. بس ابوكم مو بس يعرفها، ابوكم حتى زقاق بيتي يعرفها. يمكن حتى الرقم ما في. امني امني امني. رقم سيارتي بغداد لو 40؟ 40 هاي بعدنا ما انتبهت. ما انتبهت. 40 غلط انطيها هدي. بغداد. بغداديه انا بغداديه ما ينفع الا بغداد مو لو بيدي ما يصير. بيدي اخلي بغداد كرخه اخليها السياره. هذه هديه مقدمه من رسل عزاوي سبا. اوكي اسمعك من رسل عزاوي سبا بالعامريه شارع العسل بالف عافيه. تروح تسوين اظافرك. اوكي وهذه هديه مقدمه من زينه وزمرد. تتواصلين وياها وتدزينها هذا المقطع وتاخذين الهديه توصلك الباب البيت. تسلمين عمري. اسمع شعر يقول ما مهتم بعد يرحون يبقون انتهى كل شيء وعلى الدنيا السلامه. يقول واصل بعد يرحون يبقون انتهى كل شيء وعلى الدنيا السلامه. يقول واصل مرحله من لا مبالاه نايم وانتظر يوم القيامه. يقول لو كسر الظهر مو مشكله. نقول بش نقول وصلت للكرامه. لا ما بيها مجال. لا والله ما بيها مجال. صدق ذكر الشعر عن صديقي. اريد انت الشعر عن الصديق. ما اوفك اليوم هسه حضره والله اي شيء يعني هذا صديق فش يعني اروح انا هسه من زعلين. روحين وزعلين. من المحبة الزايدة والله ما محب. يعني أي شيء لو كل ناس رايد لي صاحب بمروة قبل ما نطيح يطيحوا. الله عشتيدش أخي نصور. راضينا؟ أي لا أنت تأخذها من الحلقة هاي. يلا أوكي يلا مع السلامة. حياتي تشرفت. يحفظ لك حبيبي أنت بطومة إن شاء الله. سلامة تشرفنا حياكم الله. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. خالة خلينا نكمل حلقتي.
احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم داخل منطقة حي الخضراء، وتحية طيبة للناس اللي متابعتني بدقة التفاصيل وتعرف هواية اشياء عني كالعائلة واطفالي والكلية وهذه التفاصيل. احنا نتشرف اكيد بالجميع وكلش فرحانين بتجمع العوائل اللي موجودة. يمكن تشوفون اكو كلمة غلط تطلع من عندنا، كلمة مو صحيحة، لان اكو لود اكو عوائل كلش هواية، فمدى اسيطر واحير ويا منو اسولف. الله يسعدك. الله يسلمك. عين استوعبت ما شلونك؟ حو عافية. الله يحفظك. طبعا العين ما تشوفك بس البصيره اللي تشوفك. انا كنت كل ما اسمع للفيديوهات ملاتك كنت احلم ان التقي بيك، بس هو مو حلم، بس هو كل نجاح يولد نجاح، ودائما القاده يلتقون بالقاده الناجحين. طبعا انا استميحك عذرا لانه انا صورتك عن بعد وقلت لهم الفريقي، قلت لهم شوفوا منو قدامنا اليوم بالكاميرا. انا كل قائد ناجح وكل قائده ناجحه نستمد به طاقه ونستمد به قوه، وانت مصدر طاقه لنا ولكل انسان يبحث عن النجاح. طبعا انا اعمل بالبيع المباشر، مدرب بالبيع المباشر، الحمد لله رغم اني فاقد البصر بس ما فاقد العزيمه ولا الاراده. انا احييك، انت انسانه ناجحه وانت فخر لنا ولكل المكفوفين العراق. انا دائما امثل المكفوفين بكل المجالات، والحمد لله انا مدرب باللابتوبات وبالحاسبات لاكفاء البصر بدياله. أنا اليوم كانت إلي يعني تسويق من المنتجات، عندنا مركز دياله خلصوا المنتجات، فتعمدت أن أجي المركز الدورة، وسبحان الله صدفة جت هنا ونلتقي بهالوجه الطيب. شرفت أنا. إلي الشرف. ما تدري ايش قد كلامك بدعم إلي. وشكرا لأنه أنت تشوفني بقلبك، تشوفني جميلة وناجحة ومتفوقة، هذا الشيء كل شيء يعني لي، وأني ودي أنه أنت تشوفني وجه بوجه. إن شاء الله يا رب يجي اليوم اللي تنعاد بي بصيرتك وألتقي بيك وأنت تشوفني، شلون أنا فرحانة بوجودك. الله يسلمك. أنا صح ما أشوف، دائما أنت أشعارك جميلة. أنا أقول لك فتشي يعني أنا سامع، أنا مو هلقد أحفظ الأشعار. يقول له تدري بيا ليش أحبك؟ راح أقول لك ليش. لأن طولك منار بنص الولاية، شفتك عن نهر دنقت تشرب ماي، حسبال النهر دنك شرب مايك، على خدود المراية تمشط الحلوات. الله يحفظك. الله يحفظك. والله انت علم. الي الشرف. الله يسلمك. الله يسلمك. انت هم علم ونتشرف بك وفخورين بك وحياك الله ونورت حلقتي. الله يسلمك. انت سلمك الله. هذه هديه مقدمه من معمل شياو للالبان والايس كريم. انا اشكرك. فخر الصناعه الوطنيه تصرفهم اني مو مهم الهديه، المهم مهم عندي. وان شاء الله من راح تظهرين قدام فريقي راح اكيد استمد طاقه بيك وفريقي راح يستمد طاقه بيك. تشرف، سلم لي على كل الفريق. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظك. انا اشكرك. مع الف سلامه. تشرفنا. حياك. الف هلا. مشاهدينا الكرام احنا مستمر. هلا وخالد، شلونك؟ عيني اخبارك؟ شخبارك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. منو انت؟ اني معلمه متقاعده. ايوه. شلون اتقاعد؟ درس صف اول. الله يساعدك. خدمه 40 سنه ما شاء الله. ولا ازال هسه أني درست بمدارس ريفية، بمدرسة الشيخ ضاري. أوكي. و إي هاي هسه بنهاية الخدمة درست، بقيت 3 سنين هناك، فقالوا لي بالإشراف إذا تريد يعني يعجبني أدرس في سبيل الله لوجه الله تعالى. أنا طلعت درست من كنت بعد ما طالعت تقاعد، بقيت 3 سنوات يعني بال21 نهاية التاسع طلع التقاعد. بس هسه أمنيتي إنه أدرس بالمدارس صف أول مجاني. قالوا لي مدارس أهلية ورادوني، بس أنا ما قبلت، قلت أريد أدرس صف أول هيجي لوجه الله تعالى. فقررت بالعطلة إن شاء الله أروح للتربية، وقالوا لي لازم تسوين فد كتاب على مود حتى ما حد يحاسبك. زحمك بالموضوع. اي على مود لا يقولون. يعني حضرتك انت بعد التقاعد حابه تسوين في سبيل الله تدريس مجانا. تدريس مجانا الصف الاول، صفوف الاوليه فقط. تحبيهم؟ احبهم كلش. كنت شلون ادرسهم من كل قلبي. زين. واحب احكي وياهم واعلمهم، وهم انا ادرس رياضيات وقراءه.
اي فلما يجون للصف وتدرين الصف الاول الام الثانيه اي المدرسه الثانيه هي بيتهم الثاني وجهك تشرف حياك الله وان شاء الله الميزان حسنات امين يا رب امين واريد بس سؤال اسالكم احنا يعني بالمدارس نحاول ولو اني ما ادرس تربيه اسلاميه بس احب هاي الشغلات اسئله دينيه علم الطلاب عليهم مثلا الاسماء اسماء كل واحد اسمه آية من القرآن مثلا عبد الرحمن سورة الرحمن عبد الخالق عبد الباسط يعني أقول لهم مثلا أنت يا رقم تعرف سورة البقرة أول منو أول شيء يقول لي الفاتحة ثانيا البقرة ويعني بالتسلسل لأن بعدهم ما يعرفون هاي الأشياء فيتعلمون بحيث أنطيهم هدايا حتى يتعلم علموها ويجوني ثاني يوفقك ان شاء الله صحه وسلامه هاي امنيتي ان شاء الله الله ينطينا كلنا جميعا عمر وعافيه واكون اشارك بهاي واني اكون فرحانه حبيبي هذه هديه تشكرين. مقدمه من شركه رحله البراري هذه الهدية ريح البراري العفو من عماش طه وعلي الكبيسي بالعامريه رحله الكردستان رحلتك مجانيه والاهل يقدرون يروحون عينك اشكرك طبعا هاي الهديه يعني انتو هديتي بس والله العظيم اني كلش فرحانه بس قلت احضر البرنامج شرفنا الف هلا وقناتكم الفلوجه الف سلام مني للفلوجه والاهل ان شاء الله اي وقت الكان تواصلوا وياهم ان شاء الله حياك الله مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم نروح فاصل نشكر بكل رعاة برنامجنا وبالاخص معمل الشياو للالبان والايس كريم فخر الصناعه الوطنيه ونرجع لكم من جديد من شياو يبرد ويرتب الجو يومك أحلى وكلش أشهر خلي ببالك دوم شياو حل حياتك وتعم طبيعة عيش دقايق بالنكهة بديعة جرب شياو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة شياو تعني كلش مناسب انت اختار وكون الكاسب كلنا هنا حبينا شياو نكهات عجيبة وكلش واو حل حياتك وتعم طبيعة عيش دقايق بالنكهة بديعة جرب شياو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة هلا بشياو البارد ايس كريم يا بجامد لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام قلش حلقتنا ونكملها وياكم بكل حب ومحبة داخل منطقة حي الخضراء عادي أسولف وياك خالة شلونك شخبا أنا يعني راح أجي أبعد يمك شنو أخبار راحتك إن شاء الله بخير وعافية يا أهلا وسهلا هلا وحبيبي هلا وست فاطمة أنا أم رحمة أم رحمة؟ أم أحمد اثنين هنا زين شنو بايق الأسئلة والله خمن حسيت رحمة وأحمد الله يحفظهم عندنا إمبراطورية حاء يعني تحبوها؟ اي مو ابوهم حسام وبني رحمة والولد احمد يا عمري الله يحفظهم لك حبيبي اهلا وسهلا الحمد لله ندعي لكم بالخير انت شلونك؟ انا زين الحمد لله والشكر لقاءاتك حلوه ودمك حلو وانت حلوه وجماعتك كلهم حلوين انت الاحلى والاحسن تسلمين هذا جمال ذوقك وعيونك الحلوه يا قلبي تسلمين دولوج انت من وين كرخ لو لا انا من الكرخ من تحديدا حي الخضراء اي حي الخضراء صارت ايش قلب والله تقريبا احنا معظماوين اساسا يعني من اهل العظميه اي 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 فهاي علينا يمكن قالوا طير كرخي للرصافه ايش جابه والله يعني عندي تشلتشلتي يعني. والله وين ما يمشي رجله يمشي وياه حلو انت من نوع النساء اللي خلاص انه اهم شيء عندها حياه زوجيه تمشي صح؟ اكيد اكيد هي الاسره اساس المجتمع يعني اذا ما نتعاون والمراه ظهر رجلها وهي هو ظهرها يعني ما تمشي الحياه كانت حياتك الزوجيه شلون والله نعمة من الله يعني عندي زوج يعني مو أخلي رتبة أشيلها على شتافي لا أخلي على راسي وأمشي بيه عمري ما شاء الله شنو السبب؟ الله. والله إنسان محترم مثقف طيب أهم شيء الاحترام بين الزوجين
أهم شيء الحياة من تكون متكافئة متساعدين بيناتهم، هاي أهم شيء. يعني إحنا إيش ماخذين من حياتنا؟ كلمة طيبة، تثمين لجهدي، شكرا لجهدك، بيناتنا أولادنا، تربيتنا متناسقة، مستوانا الدراسي تقريبا يعني متوحد، فيعني انسجام العائلة، حتى الأولاد من فضل الله يعني يطلعون نشأتهم صحيحة. بحيث أنا عندي بنية ولد، البنية طالبة بالهندسة صف رابع، هسه راح تروح خامس تكنولوجيا معماري، وعندي أحمد بالجامعة البيان صف ثاني، سنة راح ثالث إن شاء الله. ما شاء الله، الله يحفظهم لك. بالحياة الزوجية كنتي أنت وأم أحمد أكثر تضحين وتتنازلين، ولا كان أبو أحمد أكثر، ولا تساوين؟ والله يعني بعد هي أكو مواقف لازم أكون أني أقوى، وأكو مواقف هو لازم يكون أقوى، فأكو مساعدة بين الطرفين إنه شيلني وأشيلك حتى تمشي المركب، هي لازم هالشكل يعني. يعني تساويتوا مكان الثقل بس عليه؟ لا لا، يعني شوفي ترى أكو مرات أكو نساء قيادية، أنا بطبعي قيادية، بس لكونه هو هم يعني إلى نسبة قيادة لا بأس بها، فنقدر نقول مساعدين، فماشي الحمد لله والشكر، أعتمد عليه ويعتمد علي وماشي. ما شاء الله، الله يستر عليك. حلو يعني، حرام ما تعوفه. يعني انت ما تريد تعرف بس لين حلو؟ كلش حلو. صدق؟ والله ما عندك احلى ما بدي اي عندي. حلو بس بعين؟ لا والله هو مالي بعيني حلو، هاي منتهين من عندها. ايوه يعني خاف انه شكله طبيعي بس انه هو مثلا انت بعين. يكفي اني 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 اشوفه حلو هاي. هذا يكفي. كلش كافي. كلش كافي. عجب ما مخليه صورته لعد خلفيه. مو انا من اخلي خلفيه بنتي تعترض، يعني تليفوني دائما يعني مشمور، فاحمد يحط صورته. وين صورته؟ رحمة تحط صورتها، مشكلة إنه ما احتفظ بهواية صور. ما عندش صورته وهي شي جميل وحلو؟ لا لا عندي. ما مخلي صورته على الواتساب هو؟ لا والله ما يخليها، لا خاف من العين؟ لا بعي مو هو بحري، فكل صورة بالحسابات مالته تلقيها باخرة. ايه ما يخلي صورته؟ لا ما يخلي، ما يخلي صورته على الباخرة. ايه معتمد على الباخرة، هم يعرفون الباخرة. هي اصلا شغل البحر حلو، كل الشغل اللي ضمنه بحر كلش حلو، كلش جميل وكلش. اي اخاف ما عندي صوره. لا والله شلون ما عندي، بس المشكله انه هوايه يخزنوني بتليفوني الاولاد، فما ينطوني مجال تبقى صورنا، وانا مو من ذوي التليفونات هوايه. زين خلاص عوفي لعاد اذا ما لحقتي على الصوره، ان شاء الله ويكون بعينك اهم شيء هو اجمل رجل. لا والشكر، هاي نعمه الله، هاي تسوى الدنيا وما بيها، انه انت تشوفيه حلو هو يشوفك جميل. طبعا شوفي المرأة اللي تكبر بالعمر بس ما يبين على وجهها هي كبيرة، معناها عاشت حياة صحيحة، يعني ما تعبت تجاعيدها من وقت أو حارت بالهم والضيم والقهر اللي تعيشه المرأة عادة ويا الرجل. فالحمد لله أنه كانت حياتكم سوية مشتركة حلوة مناسبة، نشأتوا عائلة صغيرة. اي كافي، يعني اهلنا قبل يقولون قلل ودلل، العبره مو بالكثره، يعني انا اذا اخلف بنيه ولد ومشيهم صحيح وادبهم صحيح ومستقبلهم الدراسي والمهني راح يكون صحيح، يعني انا اكون مرتاحه وهم مرتاحين، فمو العبره اكثر هوايه والله ما اعرف اربيهم الحمد لله. والله صح. زين انا اريد تنطيني مثل عراقي قديم. اي انت اخذتي من نعم سؤال حلقتي. مثل عراقي قديم أو حتى لو جديد، أهلنا قبل يقولون، يعني هسه قلل ودلل هم مثل عراقي. بعد 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 واحد لاخ، اللي تريد تعلي اسكت وخله. أوكي عندك ناس علت. والله هو هوايك ناس أعداء السعادة. أنت سعيدة فعندك أعداء. كلش كافي هذا، والله أنا ما أحس عندي أعداء، بس مرات يعني نحس إنه أكو مثلا فد نظرة، نحس أكو فد نفس تتعاملين وياهم. والله يعني ادوس ببطنهم اكثر. بالكلام والفعل بس. لا 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 ابد، سكوت من جهه، سكوت ومن جهه يعني ازيد اهتمامي برجلي وبيتي وخليه ينغثون مشكلتهم. يعني انا مرتاحه. المهم انت مرتاحه وتشوفين ابو احمد حلو. واحمد ورحمه احلى اثنين بعد تسود الامر يا قلبي. الله يسعدكم. وين الهدايا وين الكادر؟ دا تشوفين ما شاء الله اكو ناس حوالينا كلش هوايه، بحيث ما دا اشوف كريمو يعني. شكرا، هذه هديه مقدمه شركه زينه وزمرد العنايه بالجسم والبشره والشعر. بالعافيه عليك وعيدك مبارك ان شاء الله. عمري العيد ما صار لايام. مبارك عيدكم الف مبارك ويا ربي بالتوفيق. كان عيدك؟ والله نعمه من الله الحمد لله. هو العيد فرحه، العيد احساس، يعني نجات صغيره تقول حسيت شيء حلو، بس شيء زي ليالي العيد بالروح يتحس.
هو العيد فرحة بالإحساس، وتبقى لمة الأهل وتشوفين الراحة النفسية باللمة والقعدة والبيوت اللي كلها تفرح وندوس على آلامها وندوس على همها ونتعايد ونلتم والزعلان يرضى والهاي، هو هذا العيد. فأنا يعني ولقاء حضرتش كلها بعد عمري تسلمي لي قلبي يا قلبي، مع السلامة. أنا جدا أشكرك، اللقاء وياكم بحد ذاته هو عيد عمري. أنت ألف هلا، إن شاء الله تشوفك مبارك. شكرا جزيلا علينا وعليك، أخذي راحتك حبيبي أم أحمد في دول وجهك. مشاهدينا الكرام، حبيبتي خالة، الأيام هذه اللي فصلت بيننا وبين عيد الأضحى المبارك، كل الهلا يعني ألف مرة نذكرها وما نمل من عدها. حي الله الحجاج اللي رجعوا بالسلامة، نوروا العراق ونوروا الديرة ونوروا الكل منطقة من مناطق، وإن شاء الله كان عيدكم مبارك وكل أعيادكم مباركة. مرحبا، أهلا وسهلا. هلا بيك. شو يصيروا منك؟ والله هاي بنت أختي. وأنتي بخالتها وهاي؟ لا هاي مو يانا. مو وياكم؟ لا لا. أوكي، شلونك؟ الحمد لله زينة. أنا خالة وياك. والله كل زينة. شو أخبارها وياك؟ زينة ولا مو زينة؟ لا الحمد لله ونعم الخالة. أوكي، تعطيك فلوس ولا ما تنطيك؟ لا تنطيني طبعا. جاي تنطيك بالأسبوع. ها؟ بالأسبوع جاي تنطيك. يعني 2003 هيك. اي شنو شوش؟ لا مو اني شنو ربت بيت. حتى خمسه ما وصلتي؟ لا اني ما مقصره وياها اسوي لها اشكال الوان. تعرف تطبخ اطيب؟ دائما تجي اكلاتها تخبل استاذ شيف. صدق؟ شنو اطيب طبخه تسويها؟ والله دائما تسوي المعجنات والحلويات كلش طيبات يعني. انت يا موالي؟ انا 93. حياتي ما مبين عليك. تجي وحده 2005 2006 تلقاها حاطه. اي صحيح. اي صحيح. اي الله يستر عليك، كلش ما مبين. امين. والله هاي بعد. دراسه ولا؟ اني خريجه اداب تاريخ. حلو، ايش عجب ما تعينت؟ والله اشتغلت باكثر من شغله بس بقيت قاعده اخر شيء. ليش الشغل حلو؟ ايش تسوي ظروف؟ لو انت ما تحبي. لا اني عادي احب بس شاء القدر انه اقعد. ممكن فتره تقعدين تقدرين ترجعين. عادي يعني عندي امل. اهم شيء انه انت تقدرين بعدين تكملين طموحك. اي صح. حلو، انت من وين؟ من يا منطقه؟ احنا من حي الجهاد. حلو، كلش قاعد تجي للخضرة؟ والله حسب الاعياد المناسبات يعني بين فتره وفتره. حلو زين، شلون كان عيدكم بما انه احنا حلقتنا لهذا اليوم هي ما بعد العيد، فانتم شلون كان عيدكم؟ شنو سويتوا بالعيد؟ والله كالعاده نفس الروتين يعني الاقارب المعجنات. هي طبعا طبعا كلش تسويها طيبه سهوله تسويها. اي فما هيك بعدين توقف ومعدتك تصير تاذيش؟ لا بالعكس، اصلا يصير جوي كلش رايق وتونس يا. زين، اول بيت رحتي عايدتي؟ والله بيت اختي لان احنا بيت الجد باعتبار. ها انتم بيت الكبير هم يجون؟ اي احنا اللي بيت الكبير. شنو سويتوا اول يوم غدا؟ ايش قد كفه؟ كم جدر؟ والله مو احنا مو هواي عائلة كبيرة بالبيت يعني، بس اني والدي واختي الصغيرة. زين. اي ويجونا مثلا اختي المتزوجة هاي بتها. يعني دول ما يكفي؟ كل شيء يكفي. زين، يعني هم صح بيت الكبير بس كبير صغير. اي يعني عدد قليل. طبعا. اي حلو، انت ايش قد عمرك؟ اني عمري 12 سنة. شنو طموحك بالحياة؟ والله اني طموحي احقق احلامي واهدافي. اهدافي بالحياه انه اول شيء اكمل دراستي واعتمد على نفسي من بعد اهلي ان شاء الله، واني هم اريد اصير مثل ماما محاميه. ماما محاميه؟ اي طبعا. شنو شخصيتها؟ يعني قويه وتحب الحياه وطموحه كلش، ودائما تحقق اهدافها واتمنى لها كل يعني الصحه والعافيه ويطول لنا بعمرها ان شاء الله. الله يحفظها. عمر اللسان يمه بدوه، ما تسكت ما تسكت. بلبل. الله يحفظك. تسلمين. زين، شنو هي المواقف اللي تحسين تمر على امك صعبه بين الشغل وبين البيت وبين المسؤوليه وامك تتعدى؟ والله يعني ماما مثلا من ترجع من الشغل لازم تهتم بأمور البيت والشغل وإحنا والقراية وهاي السوالف، بس يعني ماما تقدر تتجنبها وماما كلش قوية يعني. شنو تتجاوز يعني تتعدى هذا الموقف وتسيطر؟ نعم. على كل الأمور. نعم. أي وتعدي اليوم صح. مثل ما نعرف إن المرأة قوية وتقدر على كل الأشياء، مو مثل الرجل يعني من يرجع من الشغل كل شيء. يا الله إيش بيسوي؟ إيش بيش حالاته هم يرجع من الشغل يشوف لبلك عاطل يسوي يشوف لده. أي بس مو مثل المرأة يعني صراحة. مو مثل المرأة لأنه هي المرأة أصلاً دورها كشيء تربوي. نعم. لكن احنا لانه قويات ونقدر نسيطر كمجتمع وكوظيفه وكتربيه واطفال ونكون ام وامراه عمليه، فاحنا نسيطر دبل. نعم. بس الرجل هم يتعب. نعم. يعني شغله كلش متعب وشاق. نعم. بالتالي هو عمود البيت، مستلزمات البيت، النواقص، يعني تتخيلي اذا خلص دبه الغاز شلون؟ وين نروح؟
هو الرجل يسوي على بابا. فلا تحكين عليه ترى والله بعد ما يطببوش للبيت. تحياتي لبابا طبعا. تحياتي لبابا. ورا نص ساعه صار ليش نص ساعه سولفين على ماما غير عبالي بابا مهاجر. لا اصلا هم بكل الفضل واحنا هسه واقفين بسببهم. اوكي شلون تحكين لباب؟ اقول له الله يحفظك لنا ان شاء الله، واتمنى لك الصحه والتوفيق بحياتك يا ربي، والله يحفظك الي والاخويا، وان شاء الله طول الصحه والعافيه والتوفيق بكل حياتك. شلون كان عيدك؟ والله كلش حلو. احنا اللي يعني البنات يعني عندنا هواي شغلات نسويها ببيتي بالعيد، يعني مثلا نطلع بالملاعيب و ملاعيب؟ اي طبعا ملاعيب بالمول او الشوب القديم. لا اللي مثلا بالزوراء او اوكي ايه. زين بعد وين رحتي؟ يعني رحت للمول ما رايحه تشوبي من كنت صغيره؟ ها؟ ما رايحه للتشوبي صح؟ شنو التشوبي؟ ما تعرفين، تعرفين شنو التشوبي؟ لا مستحيل. تجي 93 شلون ما تعرفين شنو التشوبي؟ لا ما حمزه تعرف شنو التشوبي؟ لا تشوبي تشوبي كنا قبل كلش قبل، يعني احنا صغيره بس قبل، يعني كنت صغيره كان اكو تشوبي بكل منطقه ساحه، شلون مثلا هنا المكان قبل لا ينبني عماره تصير بالعاب المراجيح والدلاب الهواء ونروح بربع وهيك وبالف. ملاحقه عليها بس ما اعرف اسمها تشوبي. اسمها تشوبي والله. معلومه جديده. شاقي انت من يا منطقه قلتي لي؟ احنا بحي جهاد. حي جهاد ما عندكم تشوبي؟ مو احنا انتقلنا اكثر من منطقه، يعني من كنا طفولتي مو هنا. وين؟ احنا كنا بالحريه. اولي عاد حريه اكيد بيها تشوبي، مستحيل بالحريه ماكو تشوبي. اي بس ما اتذكر يعني ما وعي. انت ما كنتي تعيدين زين، مو من قلبك تعيدين. اي احكي لي بعد وين رحتي ثاني يوم ثالث يوم اخر يوم؟ ايش سويتي؟ هو احنا دائما اول يوم العيد نروح بيت جدي معروفه طبعا. دولمه اكلتي؟ اي ونتونس ويا بيت جدي وهايه، وبعدين اعيد ببيت جدي اهل ابويا يعني. اي ويا بنات عمتي وهاي، وبعدين نطلع الاماكن الشعبيه مثلا نروح المنصور، نروح للمولات، مطاعم، يعني تدرين انه انت كلش لبقه وكلامك كلش حلو سلس ومترابط وحبيته. كانوا يقولوا لي هذا الشيء دائما. صحيح شفتي بعد اني هم دا اقول لك هذا الشيء. سلامين. كلش حلو ما عندك نفس غلط وكانه انت اعلاميه صغيره. شكرا. اتمنى من تكبرين تصيرين اعلاميه. نفسك كلش حلو بالكلام. ان شاء الله تسلمي. نتشرب بس مو تاخذين الجو مني. لا ما اقدر. عندها مشاركات في المدرسه ولقاءات. دير بالك. اي ما اقدر. دير بالك تشتغلين بالفلوجه. لا طبعا لا. دير بالك. خصيصا الك. حبيبي الرزق على الله وان شاء الله تتوفقين وتوصلين للي تريدي، بس نصيحه صير اعلاميه. نفسك يجنن بالكلام. ان شاء الله. اوكي؟ ان شاء الله. نفس مو بس بالطبخ ترى. كلامي راد له نفس صحيح. ان شاء الله تمام. هسه انا اريد هديه بدون سؤال، لان هذه اعلاميه صغيره واعلاميه المستقبل. وبلكت بابا يقتنع منها هسه حتى تدخلين كليه اعلام ان شاء الله. ما عندك غير طموح؟ الله كريم. يعني الله كريم اشوف شنو الله وين قاسم لي، لان الدنيا كلها قسمه. اوكي هذه هديه مقدمه من رسل العزاوي سباب العامريه بشارع العسل داخل جمتي ثاني يوم الطابق الثاني، جلسه كامله لاظافركم تكون مدفوعات التكاليف. وهذه هديه مقدمه كورس تعليمي لتطوير الذات والعلاقات الانسانيه من اللايف كوتش رسل صباح بالف عافيه. ترسلوا لهم هذا المقطع وتاخذون الكارت وياكم، تاخذون كورس كامل، تحبون تتبادلون بالهدايا انتم اللي يريحكم. شكرا. فرصه سعيده. احنا لا سعد. مع السلامه. اهلا وسهلا. كلش اليوم احلى شيء صار وياي انه عد روحي الف عمري. شكرا. مع السلامه. قلبي في دول وجهك. مشاهدينا الكرام، حلوه اللباقه والكلام الحلو. يا عمري في دول وجهك. حبيبي انت شو اسمك؟ بيتان. وانت؟ بيلين. بيلين وريتان. شو اسماء الحلوه هاي؟ شنو هالاسماء؟ احس روحي ب 2040. لا اسمي بيلين هي اسمها بيلين. روحي صحي ماما وبابا حتى سولف وياهم. بابا مو هنا. روح صحي ماما. تعي سولف ويا فاطمه قيدار، اوكي؟ اوكي. احنا مستمرين وياكم. اللي اردت روحي صحي ماما حتى اسولف وياها. اللي اردت اني اقوله لكم انه اللباقه انا كلش تعجبني، فمن اشوف بنت لبقه او يعني حتى لو احسن مني اتباهى بها، لبقه بمستوى معين احاول اشجعها، لانه اللباقه شيء كلش مهم يكون عند الولد او حتى البنات. عادي اسولف وياكم؟ خرج بهذا الكرسي، عادي اخذ الكرسي؟ انا نقضي الحلقه كلها استاذن، عادي اقعد، عادي اسولف هنا أنا. مو هنا أنا؟ اوكي. ابو حمزه شنو؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ حياتي هلا وبيش قلبي الله يسلمك. خلينا نجيب الكرسي ونقعد يمكم. الله يسلمكم بالمهلي. نادر حبيبتي حبيبتي.
ام منو؟ ام عمر. وانتي؟ ام محمد. الله يحفظكم. شو تصيروا من بعض؟ خوات. شافوا كل وحده جمالها شيء. الله يسلمك. بس العيون يشوفنا يقول انتم شابين. اكو ناس مسويه فيلر ونظاره. لا والله بس لا والله بس نظاره. هاي شنو هاي ما تمشي علي؟ لا والله والله العظيم هنا بنا تحديد هنا انا طبيعي صدق والله سبحان الله يخبط والله طبيعي النظاره تايهتها علي بس العيون دوره العين نفس الشيء بالضبط. يعني يا هل يشوفنا يقول انتم الشابهات يعني اقولهم لا هي اطول مني واضخم شفت بس العين قصيره يعني ما عارف. اي ممكن الدم يعني انا لو بعد شويه حاكي وياكم اشوف دمكم واحد اي عيونكم نسخه سبحان الله الله يستر علي الله يسلمك احنا عدل انا قعدتي مو صحيحه اتمنى والله صراحه اتمنى يعني اشوفك والله العظيم والوجه والله الله يسلمك قاعدين احنا دائما تدرين نجي ببلازا ما عندنا يعني غير من جو صح اي شويه يعني تدري اهل الخضراء اي من اهل الخضراء انتم اهل الخضراء شو انتم حيل كيوت حيل ناسكين لا حد يسمع لكم حس لا يصير عندكم ازدحام لا حد يسمع لكم صوت اي شيء منعزلين شايفه هاي كان اللي اخذته الصغير وما تحكي ويا احد هي الخضراء صغيره يعني حلوه حلوه اي فوين يروحون ترى ما عندهم منفذ غير يعني بلازا بلازا حلو حديقته حلوه مرتبه لعوائل هوايه وكل ما نجي نلقى بيها عوائل حتى مو بس شباب اي فيعني نجي هنا نسوي نغير جو وبعدين يعني ساعه ساعتين ثلاثه ونروح زين منو الكبيره اني انت الكبيره ايش العد قلبك لا 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 قبل لا مو انا شنو هي صغيره انا تزوجت انا صار يمكن 38 سنه متزوجه ما اخذتي تقاعد والله هو أنا ما مستحق التقاعد بالزواج ما أخذ تقاعد من الرجال لا بعدك وياه أي بعدنا وياه الحمد لله والله العظيم عادي يعني عادي الإنسانة أول مرة تتحمل زوجها 40 لا شلون بالعكس والله باعي هسه هو يعني صار له ست شهور هو مريض سوينا الله يعافيه سوينا له عملية هاي يعني تبديل شرايين والله الرحمن صح اي بدلنا له بالشهر الثاني بدلنا له 3 شرايين فيعني كله يعني الحمد لله اني وابني اجى من المانيا ويعني كله وبناتي قايمين بي ويعني شلون العشره شلون ست فاطمه شلون والله يعني شلون العشره ما تهون الا على ابن الحرام بس جيب الشخص الصح اللي لازم تعاشري ما يخالف يعني لو كل يعني كل شيء لازم المرة تتحمل الأصيلة طبعاً. إيه طبعاً. هي الأصالة ما لها علاقة بطريقة التحمل لأن أكو مرة أصيلة بس أكو أشياء بالزواج ما تتقبلها على نفسها فتقرر تنفصل بس الشخص الصح إذا لقيتي طبعاً لازم تتحملي العمر هو كان شخص صح الحمد لله بس احنا يعني شلون عشيرتنا البيئه مالتنا احنا ترى احنا جيل الطيبين يسمونه والله انا مواليد 66 عمري ما مبين صلوات على النبي والله لو قايلت لي 77 اصد لا 66 والله وهسه لا تبديل ولا ابد يعني تتخبلين الله يستر عليك يعني 73 والله ما شاء الله يعني احنا جيل الطيبين يعني اسالي هسه شلون يعني الكل مو مثل هسه بنات هسه نتحمل مين احنا بنات هسه ما حد تتحمل مو ما حد تتحمل ادافع عنه اي اكو صارت متطلبات للحياه اصعب واليوم الرجال مثل ما المره قبل تغيرت وقبل غير الرجال هم هسه غير مو نفس الرجال اللي مواليد 60 صح قوي اللي ما يهد احد ومثل الجبل ويدافع على مرته وبيته ترى هسه هم الرجال بسهوله يتخلى صح صحيح بس باعي اكو اشي يقول لاجل عين الف عين تكرمه احنا يعني الشيء الحمد لله والشكر يعني مثل ما يقول زوجي زين وهذه بس يعني ماكو بيت ما يصير بيه خلافات بس المره شنو اللي يوقف بعينها اطفالها والعشره اطفالها يكبرون قدامك ابوهم امهم يعني هسه ما تشوفين انت المشاكل والهذا بدون الاب الام تقدر تمشي المسيره والهذه والله ما تقدر اذا كانت قويه بما فيه الكفايه راح لو كل القوه ست فاطمه والله لو كل القوه ما تقدر الولد ما يقدر لغير ابوه البنيه ما تخوفيها غير بابوها الاب سند حتى لو مو زين تتحملينه الخاطر اطفالك والله خلي باعي واللي تتحمل وتصبر الله يجازيها الله يجازي انا دا اشوف هسه حق صبري الله جازاني
الله يعني هسه اني هو مريض اني امشي بي واني اركض بي. اليوم احنا جينا من الدكتور والله مو قلت لك انا مسويه 3 شرايين. اليوم انا جايه من الحارثيه عنده مراره الدواء مو تاخذ دواء الدواء ضرب المراره والله العظيم. فرحنا سوينا قبل 4 ايام رحنا وقال لي الدكتور ما اعرف شو هم القناه الصفراء مسدوده فهم فاني وياه ابني لان بالمانيا. قال لي الدكتور وابنك؟ قلت له والله مو هنا بالما يعني شلون. فانت بعد ما عبرتي 38 سنه ما من الممكن ان تعوفي اذا تمرض. بس انت احكي لي اكو علاقات اليوم هي احنا دا نتكلم انت تتكلمين عن تجربتك الشخصيه انا دا اتكلم عن تجربه جيلي مو عن تجربتي الشخصيه. لا مو ما يتحملون والله اكو بنات يتحملن المر لان ما عندها اختيار ثاني ما اعرف واكو بنات تشتري نفس. بالمقابل بما انه المره تتحمل كل شيء كان الرجال هم هيجي رجال يعني انا ارجع اكررها الرجال هم تغير. الرجال صار عنده اهم شيء سيارته اهم شيء موبايله اهم شيء سفرته ويا جماعته اهم شيء يروح الاربيل اهم شيء يروح يتونس اهم شيء يروح يسافر يروح بيروت ويروح دبي والمره بعدها صحيح. اهم شيء هسه صارت المره انت لا انت كل شيء لا بس هو كل شيء فهمك اختلافات. احنا جيل تشوفين قليل يعني اذا سمعتي قليل لا سامح الله طلاق. هسه شوفي نسبه الطلاق يعني قبل ما من الممكن يعني هواي اختلافات كنا نتحمل احنا هسه ما يتحملون والله العظيم. هسه بنات هسه ما تتحمل هسه يعني اسالي شوفي ما يتحس البنات يعني من ناحيه الزلم هم هم اكو هم اكو تغيير هم اكو تغيير يعني احنا هسه لو قد ما اكون رقيقه وما اتحمل اذا القى رجال بحياتي كلمته اسمعها وخايف علي وصايني وبيته واطفاله ودير باله علي ويدافع لي على الحلوه والمره وعلى كل شيء حاطني قدامه مستحيل اعوفه. صح انت اليوم من ما تلقين رجل ما له علاقه شلون اذا ما لقيت رجل انا اشتري نفس اذا لقيت رجل افني عمري كله له اي واذا وتعوفين الاطفال ايش اعوفهم يصيرون وياك يبتعدون عن الاب ولا يبتعدون هاي ظروف الدنيا يا ما ناس ايتام وعايشين ليش بس القدر الالهي مسموح والاشياء اللي احنا ما لنا قدره عليها ما مسموح. باعي القدر الالهي يا ريت غير الصدق يا ريت ارمله والناس تقول ارمله وخطيه احسن من خلعوا في الناس ما حصلنا منهم الناس اللي تقول ارمله وهسه تقول عليها مطلقه ما حصلنا ما اعرف والله يعني تقول علينا مطلقه بس اني حافظه نفسي وكرامتي واخلاقي ومبادئي وتوظفت واشتغلت وقويت وعدي اولادي وكبرتهم والاشياء كانت كلها ما مسموح بها وهي من حقي صارت من حقي حالي عادي يجوز والله جوز يراد لي حلقه كامله وياك زين والله حلقه حمزه هسه تخلص حلقتي وترجع لي حلقه وياك رباعي اصبر خلي الله يجازي نعم بالله ما من الممكن يجازيني على شهاده اداء اتعنف والله يجازي رب العالمين ما يعوفني باي شيء اذا كنت ارمله او منفصله رب العالمين ما يعني بغير حساب ولا سابق عذاب من هم الصابرين اللي يصبر. اوكي ليش اصبر عليه اصبر على اي خليني اصبر حتى ادخل والله اصبر عليه إيه؟ من الممكن انه انا اصبر على هواي بلاءات بالدنيا ظروف الحياه ممكن اني ااجر ممكن اني اشتغل ممكن اتحمل تعب الحر والبرد الا اتحمله هو حتى اعيش حتى اطب للجنه يعني هاي العشلون يجوز الله يجازيك خاله يعني لو اتحمله لو ما اطب لا باعي وتتحمليها من خاطر اولادك سند يقولون اب والله عزوه الاب لو الاب عزوه بكل والله عزوه البنت من تجي ويخطبوها من ابوها طبعا ما لها علاقه الطلاق او الانفصال حلوه والله ما يخالف تصبرين وقلت الجنه وعزوه والله العظيم من تصبرين والله لحتى لو هو مو زين من تصبرين على اذى وبعدين والله يقوم يحطك على راسه والله الله يا خاله على راسه يشوفك انت تستسلم اي لازم الانسان يتحمل تستسلم اني في طيمان اللي ما اسكت وما انطي مجال انا والله الاجل عين الاطفال المره لازم تتحمل ان شاء الله والله الاصيله والشريفه لاجل عين الاطفال تحمل المر ما اقول لك يعني انا ما تحملت لا اكذب عليك بس هو كل شيء نحمل اكو شغلات ما تنحمل والله اكو شغلات ما تنحمل نعوف الراي للمشاهد نقطع سالفتنا بخير نسوي
المشاهدين الكرام نترك التعليق لكم. أنا وجهة نظري تقول أنه أقدر أتحمل كل شيء، لكن أكو أشياء بعد تعبر طاقتي، أحتاج رجل، مثل ما خالة تقول أنه الرجل قبل شديد، وخالة تقول لا لازم تتحملين رغم كل الظروف، وهنا أنا محايدة بيناتنا الله يسر عليها. فألكم المايك بعد أسألي سؤال. أسألي عيني. أسألك سؤال الحلقة، سؤال سهل لا صعب؟ كيفك كيف؟ ما يحتاج، حمزة ما يقبل أسألك، يقول بعد هذا الخطاب اللي صار قبل تطيعتي. احنا خلصت الحلقة نسولف ويا خالة، بألف عافية عليكم. هذا الباكج مقدم من السلطانة لينو، عنوانها بالمنصر مقابل الحلواني، تزوريها راح تنطيش باكج العناية بالجسم أو الشعر أو البشرة، وهذه هدية بما أنك مسوية نظارة. تروحين أنتم العزاوي. هديتنا احنا شفناك بدول وجهك والله العظيم شرق. والله مو انا وعدي تيك توك، انا ما عندي تيك توك ما عندي لا فيس ولا انستا، بس تيك توك. فمن اشوفك والله هيك مرات باوع الحق اتونس والله عمري، وتعجبيني يعني. عمري والله يعجبك الا الخير، ثقافه ومؤدبه وخلوقه. فمن جيت هنا ترى انا قاعده انا وبناتي الله يحفظك والله العظيم. قلت ما قالوا لا ماما لا احنا الله يحفظها الله يسلمك اختي، قلت الله يحفظها نجي، قالت يلا عادي يقولها لا يسلمك اهلا وسهلا قلبي حياتي. سلمي لي على توما العزاوي وحجزي يمها وروحي سوي وجهك من جديد. تسلمين حياتي. مع السلامة. تسلمين مع السلامة عيني. مع وجهك يوم. مع السلامة. أنا اللي تشرفت في دول عيونك خالة الله يسلمك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين؟ لا ما مستمرين والله. شلونكم؟ شو أخباركم؟ تسولي مكان أجي هنا؟ أرجع لي ورا أنتوا الولد، بس بنات بصفي أوكي؟ لا انتوا وياي بس اللي بصف بنات اوكي. يلا نباوع على حمزه. يلا وين حمزه؟ شنو اي سلكي لي ما تعرفين ها حمزه؟ باي على حمزه انت احلى ها. اروح ما تحبوني. بعد باوع على حمزه. اسمعوني شنو تقولون لحمزه؟ قولوا له انتظرونا حلقه جديده على قناة الفلوجة الفضائية. برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. مشاهدينا الكرام شكر خاص لكل رعاة البرنامج وخصوصا معمل الشاو للألبان والآيس كريم فخر الصناعة الوطنية سوباين حمزة كنا. سياو أجوى الطعام ومواصفات عالمية وبجهود محلية.